أوزلان. أهلين بالأم الحلوة. خلص أنا أخذت قراري. قرار شو؟ بدي أجهد هذا الولد يلي ببطني يا أوزلان. استني شوي، كأنه أخذتي القرار بسرعة؟ خلص ما بدي أحكي بالموضوع، خلينا نخلص بسرعة. في عندي شوية مشاكل مع أصحاب السفن الكبيرة، بدنا نعمل اجتماع فوري، ورح ناخد كل الاحتمالات بعين الاعتبار قبل ما أعمل أي شيء بيخص الشركة. مثل الرأي الظافر، هاي الوعود الغبية كلها ما بتمشي معي. يعطيك العافية، يلا ناطرك وعم استنى منك خبر، بعدين بنحكي سليم. سلامي، طلعت من شوي الست ايديل، الحق وشوف لوين رح تروح. يلا امرك نعم. زلام بترجاكي لا تضغطي علي اكثر من هيك، بس انا بعرف قديش انت حابه تصيري ام. بعترف كان قراري غلط. لو كان غلط ما كنتي فوتتي حالك بهالقصه. ايديل انت صار لك شيء والا ما كنتي تراجعتي. قولي شو صار. هيك فجأة اطلعت على كل الحقيقة يا أوزلان. ما فيني استمر بهالحمل، إذا ما بدك تساعديني أنا مضطرة أشوف حدا تاني. ما بأمن عليكي مع حدا تاني. ماشي، خلينا ننهي هالموضوع بكرة. ماشي، تعالي بكرة ومنشوف شو بصير معنا. تأكدي ما رح أنسى لك هالمعروف. شوفي سلامي. نعم قبيك، لا أنسى إيديل هلأ طلعت، كانت عند الدكتورة. دكتورة شو؟ نسائية وتوليد. بعتذر، فهمني ليش راحت لعند هالدكتورة.